استاذ سيف موجود؟ لا. طيب سيد موجود؟ الكلمة لك سيد سيف الدين، 4 دقائق. شكرا سيد رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. هو سيد رئيس بيودي أنا نوضح للتوانسة شنو المشكل، لأنه اللي فاجأني أنه عديد زملائي يسألوا فيه شنو الحكاية. فما الموضوع ببساطة أنه بعد ما تكلم السيد رئيس الحكومة وقال باش نطلب تفويض مراسيم من البرلمان، فهموا البعض أو يتوق البعض إلى أنه يحيل مجلس نواب الشعب على عطلة إجبارية بشهرين، ويتوق البعض الآخر لأنه ياخذ راحته في السلطة. ويبدو في هذا أنه التوانسة نشبه بعضنا كل، اللي ينقص في السلطة يخيب معناه. نحب نقول في هذايا اللي راهو التفكير في تعطيل البرلمان مش مصلحة حد، وراهو أسهل حاجة أن نعطيكم الفصل 70 ونشدوا ديارنا وتواجهوا الأزمة وحدكم، وكل كارثة تصير لبسوها لكم ليكم انتوما. لو باش نفكروا احنا بمنطق سلطة ومعارضة في ظرف نتاع حرب وبائية، حرب بيولوجية، راهو نشيخ ومصلحتنا احنا ما نتحملوا معاكم حتى مسؤولية. لكن مش احنا اللي نفكروا هك. اليوم نقاش في الإجراءات وكأن في حالة عادية. للأسف في القانون ما توسعش في الحالات الاستثنائية كثيرا، لكن نحب نقول اللي راهو القاضي نجم يحكم هو في داره. القاضي في حالة الضرورة يحكم هو راكب في تاكسي، يحكم هو في الشارع. اليوم في ظرف كما هذا ونشوفوا كلنا في التقصير، ونشوفوا كيفاش مجلس نواب الشعب كيفاش طلب الإجراءات هذه قبل أسبوع من إقرارها، وفي الحالة الوبائية هذه راهو النهار بحسابه. أي شو المطلوب؟ نحيو المعارضة؟ شو دور المعارضة؟ وهذا تو نناقشوه في التفويض وفي الفصل 70 والكلام هذاك. يا أخي مش من حقنا نوصلوا صوت الناس؟ مش من حقنا نحلوا مشاكل الناس؟ مش من حقنا نراقبوا العمل نتاع الحكومة؟ تحبوا مراسيم بلا رقابة؟ خلينا نعاونوكم، نقترحوا عليكم حتى مراسيم أخرى سيد، أفكار، خلنا نهزوا معاكم الحمل، خلي بلاد كاملة تقف مع بعضها. وبالمرة هذه فرصة باش نتعلموا شو معناها رقمنة. مهم اليوم البرلمان اللي هو بادر ومكتب المجلس مشكور على هذا، انه نعطيه رساله للناس الاخرى الكل انه راهو الرقمنه حاجه ضروريه، وراهو نجمو نخدموا عن بعد. والبارح مكتب المجلس عمل اجتماع كامل عن بعد. شو المطلوب معناه؟ يا اخي لو كان جيت ما جيتش انت في السلطه، راك انت تحكي في الكلام تاعي انا تو. هاك شو وك المهرجان الكل، وذاك الحمد لله ما فماش صحافه اليوم، ولا راهو نقل غادي لبرا المهرجان. راك تحكي في الكلام تاعي انا، اما للاسف الشديد السلطه تخيب في تونس، تخيب برشا برشا. شكرا سيد حسونه النصفي، 5 دقائق. رئيس كنت نخلوه من الاخر سيد الرئيس. باي موجود؟ موجود تفضل. تحب نخليك في الاخر؟ لا سيد رئيس انا اسمي موجود في الاخر مع السادة رؤساء الكتل. باهي مع السادة رؤساء الكتل. السيد عبد اللطيف العلوي اذا موجود؟ موجود. عندك دقيقتين.
تفضل سي عبد اللطيف. رجعوا له الوقت نتاعه. اضغط على الزر. رقم المقعد. رقم المقعد. رقم المقعد. 72. 72. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس، هناك عبارة دائما نسمعها أن اجتماعاتنا تقدم صورة سيئة للتونسيين ونحن في فترة حجر صحي، وهذه هي الحجة التي يرتكز عليها أغلبهم. الحقيقة أننا في حالة حرب، وفي حالات الحرب السياسيون والمسؤولون عن الشأن العام هم الذين يجب أن ينزلوا إلى الصفوف الأولى وإلى الجبهة، وإلى أن يقدموا المثل في التضحية وفي الثبات وفي العزم. هذا قياس لا يصح. المواطنون العاديون نعم هم في بيوتهم وفي حجر، ونحن من واجبنا أن نستمر في مؤازرة أمننا وأطبائنا وحكومتنا في كل هذه الأوقات. لا أفهم هذا المنطق الأناني العجيب أنه لأغراض صحية ولست أدري ماذا يجب أن تتعطل أشغال المجلس. هذه نوايا نعرفها، وللأسف نواياهم تفضحهم ولا يصبرون على رزقهم. ولو صبرتم قليلا لعرفتم أننا أكثر منكم إصرارا على تسهيل عمل الحكومة، وأننا بالتأكيد لن نكون عامل تعطيل بالمطلق، وهذا اختبار ومسؤولية أمام الشعب التونسي جميعا. للأسف أنتم لم تصبروا على خبزتكم وتريدون أن تأكلوها باردة، وكل ما نراه من هذا المسرح حقيقة يسيء إليكم أكثر مما يسيء إلينا. نقول في النهاية جميعنا مجندون لخدمة هذا الوطن، ولسنا أشرف من أي تونسي يقف اليوم ليتصدى لهذا الوباء بكل عزمه وسلامته وحياته. شكرا. السيد مبروك رشيد. صباح الخير وبسم الله الرحمن الرحيم. عندك 4 دقائق سيد رشيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا نحب أن نحيي ساعة كل العاملين في تونس، من بدءا بعمال النظافة القائمين علينا، انتهاء بالفرق الطبية، مرورا بقوات الأمن والجيش وغيرهم من العاملين وأصحاب المخابز وغيرهم القائمين علينا في هذه الظروف الصعبة. وأحيي كل من يعمل من موقعه من أجل تونس في هذه اللحظات العسيرة والصعبة. وأريد أن أحيي أيضا الذين يعملون الآن لمقاومة هذا الفيروس الخطير، والذين يريدون أن يقضوا عليه إما باللقاح أو بالدواء، وعلى رأسهم الطبيب العالمي ديدي راؤول في مرسيليا الذي أتاح فرصة الدواء الشعبي وكانت تجاربه ناجحة. وأرجو أن حكومتنا يعني تدخل في منظومة عملها مقترحاته التي تبنيت في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هؤلاء العلماء الآن ينفعون الناس. سيد الرئيس، جناب الزملاء المحترمين، يعني احنا صحيح فما شوية مشاكل في الإجراءات دي، هذه حقيقة، ولكن فما فكرتين نحب نوضحها. الفكرة الأولى أن احنا يلزم نكون محترمين للدستور. هل في هذا القانون ما من شأنه أن يمس من عمق وروح الدستور الذي نستظل بظله تحت هذا المجلس؟ أنا في تقديري لا، لأن النقطتين اللتين ذكرتا أولهما مسألة المكان، والثاني مسألة التفويض الشخصي. شخصية التصويت يعني عدم التفويض إلى الكتل أو رؤساء الكتل بأن يصوتوا مكاننا، لأن الدستور يمنع ذلك صراحة.
أما التصويت عن بعد فهو نوع من التصويت معتمد في العالم. بالتالي ضمانة أن التصويت ذلك كان سليما ومطابقا وشخصيا تكون أمانة النائب ويكون للرقابة فيه، وأنا في رأي أن يعلن ذلك في محضر رسمي حتى يقع الاعتراض عليه عند الاقتضاء. بالتالي النقطة الأولى مسألة التفويض أنا في رأيي مش ممكنة، تلك التي يحرمها القانون ويجرمها صراحة. المسألة الثانية هي مسألة المكان. عندما نقول أن المكان لا يسمح، يعني في الحالات الاستثنائية في حالة الحرب مثلا ما نجتمعوش في تونس العاصمة، نجتمعوا في جبس، يعني إذا كان هذا ممكن فالأصل أن نجتمع في كل تونس عن طريق البعد أيضا متاح ومبرر ولا شيء يخالف فيه الدستور. بالتالي أنا من حيث الشكل عندي نقاش في الموضوع، ولكن في العمق أن نمسينا من الدستور بطبيعة هذا القانون أعتقد أنه ذلك قول في غير طريق. بالتالي محكمة التعقيب التونسية رجال القانون يعرفوا قالت قولة شهيرة: الحق يعلو ولا يعلى عليه. علاش قالت القول هذايا وقت لقات للإجراءات مخالفة للأصل؟ إذن أنا نقول اليوم إحنا مطالبين بأن نأمن سير هذا المرفق، مطالبين بأن نؤمن الديمقراطية التونسية. أوروبا العتيدة في الديمقراطية ما سكرتش البرلمانات، بقت تعمل. اليوم خميس الاتحاد الأوروبي يصوت عن بعد، بالتالي إجراءات التصويت عن بعد أعتقد أنها مش فكرة غلطة، ربما الإخراج ما كانش كما نحبه، ولكن في هذه اللحظات العسيرة نتجاوز إذا كانت روح الدستور وعمقه محترم، وأعتقد أنه محترم، ولهذا إحنا مع هذا القانون. شكرا. شكرا سيد مبروك. سيد زياد العباري 4 دقائق. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكل الزملاء وتحية لكل التوانسة المرابطين في اللحظة هذه وخاصة في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء، ربي يحفظ بلادنا. نحب أقول أنه برشا نواب اليوم ربما تسألوا يجيوا للجلسة هذه ولا ما يجيوش، فما بطبيعة الحال قلق وموجود، وفما حتى ناس اليوم موجودين اليوم في الحجر الصحي الإجباري. هذا يطرح علينا سؤال، هو كيف ينظم عمل المجلس في هذه الأوضاع الاستثنائية؟ وأنا أعتقد بأنه القاعدة تقول في الأوضاع الاستثنائية فما قواعد استثنائية وإجراءات استثنائية، وأنا في هذا المجال عندي بعض الملاحظات على هذا المشروع. أولا لا أرى في أنه هذا المشروع فيه مخالفة للدستور. الحديث على أنه التصويت شخصي يقتضي بأنه التصويت يكون حضوري وفي المجلس، أعتقد أن هذا فيه مخالفة واضحة لما هو معمول به في كل دول العالم اللي اليوم قاعدة تعتمد في التصويت وحتى في الانتخابات بطريقة إلكترونية، وهذا موجود ومعتمد في كثير من البلدان وكثير من الدول، وكذلك أيضا فيه هو معتمد في عدد من البرلمانات. احنا اليوم قاعدين نشوفوا في برشا برلمانات في العالم قاعدة تسير في أشغالها بطرق مختلفة وبإطار اعتماد التكنولوجيات الحديثة. العبرة هنا في التصويت حسب الدستور وقت اللي يقول تصويت شخصي هو في التأكد وفي ضمان الطابع الشخصي للتصويت. أنا نحب نكون متأكد وأن التصويت هذا كما قال زميلي ما هوش أمه ولا أخوه ولا أبوه اللي صوت، أنا نحب نتأكد بأنه النائب هو اللي صوت. أنه يكون حاضر معايا في نفس القاعة ولا يكون حاضر في قاعة أخرى هذا ما يهمنيش، المهم هو اعتماد الطابع الشخصي، وأنا أعتبر بأنه هذا يسمح به اليوم عدد وتسمح به عدد من التطبيقات الإلكترونية وأيضا حتى التطبيقات يعني الوسائل الاتصال العادية، يعني نجم تتكلمه بالتليفون وتتأكد اللي هو بصوته واسمه ويقول أنا موافق وأصادق على هذا النص أو لا أصادق. حاجة ثانية أنا أقول بأنه اليوم نشوفه في أنه نقاش قاعد يمشي ويتسيس في موضوع المراسيم. حب هنا نقول حاجة أخرى وأنه اعتماد المراسيم حسب الفصل 70 لا يعني تعطيل أشغال المجلس ولا يعني إنه المجلس يمشي في حالة عطلة إجبارية، وبالتالي لا أرى بأنه هذا الخلط اللي قاعد يصير وربما هذا التوظيف اللي قاعد يصير هو توظيف سليم، لأنه مقتضى عمل سلطة إنه كل واحد يقوم بدوره، كل واحد يقوم بواجبه. الحكومة عندها واجبات وتنجم
إذا احترمت الشروط وإذا المجلس قرر وصادق على هذا نمشي في مراسيم، ولكن هذا لا يعني بأن المجلس يتخلى عن دوره الرقابي ودوره التشريعي. اليوم كل المهن السدابت الوضع الجديد، احنا نشوفوا الطب كيفاش يخدموا، نشوفوا الناس تخدم في التليترافاي، نشوفوا الإداريين والموظفين قاعدين يخدموا، نشوفوا في مهن كثيرة قاعدة السدابت للكونتكس الجديد. احنا من واجبنا أيضا كبرلمانيين أنه ما نتخليوش على دورنا وأنه نقوموا بدورنا ونتحملوا مسؤوليتنا في هذا الظرف الصعيب، وأنه أيضا انسدابت وناخذوا إجراءات وتدابير استثنائية. نحرصوا بطبيعة الحال لأنه هذه التدابير تكون تدابير تكميلية، ما تكونش مناقضة للنظم متاعنا، ولكن مرة أخرى روح الدستور وروح النص وروح النظام الداخلي تقتضي الذهاب بطبيعة الحال إلى أنه نمشيه في هذا الاتجاه. نحب نقول في لحظة تاريخية وكبيرة وصعيبة اليوم التوانسة يغزر البرلمان، أنا متأسف كي نشوف برلمانيين اليوم يسبوا في بعضهم ونشوفوا يشتموا في بعضهم وما يحترموش بعضهم. اعتبروا أنه اللحظة اليوم تنتظر وهذه فرصة للبرلمان باش يعطي صورة جديدة عن نفسه. نعتبروا أنه هذه اليوم لحظة وأن البرلمانيين يلزم يكونوا في تضامن وفي تكامل وفي تعاون وفي احترام لبعضهم بعض، وأن يترفع عن كل المهاترات. شكرا سيد زياد. بعده سي الأسعد حجلاوي 4 دقائق. موجود؟ شكرا. تحية أولا لجنود الخط الأول في مجابهة هذه الكارثة، وهم أعوان الصحة وأعوان الأمن والجيش، وتحية لكل مواطن يحترم القانون ويلتزم بالحجر الصحي حتى يساعد هؤلاء على مجابهة الكارثة، وتحية كذلك لكل مواطن يتضامن في هذه اللحظة مع بقية المواطنين خاصة من أبناء الفئات الهشة والضعيفة. في هذا الموضوع المعروض اليوم سوف لن أدخل في مهاترات أو مضاربات لأنه ليس لدي الرغبة ولا الوقت ولا الأعصاب لذلك، ولكن سأتحدث في ما هو قانوني وإجراء في خصوص ما هو معروض أمامنا من إجراءات استثنائية للجلسة العامة قصد التسهيل للعمل مستقبلا. أرى أنها هذه الإجراءات لا تفي بالغرض ولا تسهل عمل المجلس، بل قد تؤدي إلى تعقيده. من ذلك مثلا أن التصويت عن بعد أو التفويض هي نقاط فيها نوع من اللبس ومخالفة لما هو دستوري. فالفصل 61 من الدستور يقول تصويت أعضاء مجلس النواب نواب الشعب شخصي ولا يمكن تفويضه. هذا في الجانب في مخالفته أو ما يمكن أن يكون مخالفا للدستور. راهو عمل المجلس يمكن أن يتواصل بالإجراءات العادية، لأنه إذا كان سيعرض مشروع قانون سيعرض على اللجان وسيناقش، ثم تأتي ما بعد المرحلة الأخرى وهي الجلسة العامة والعرض على التصويت. في حالات الكوارث والأزمات تحتاج السلطة لأخذ القرارات بسرعة دون تعقيدات السير العادي لإدارة الشأن العام. فأرى أنه أصبح من الضروري اليوم على مجلس النواب أن يعتمد الفصل 70، لأن المشرع منزه عن العبث، وما ورد في الفصل 70 والفصل 80 هو تحسبا لما سيحدث من كوارث أو حروب. واضح. فالدستور وضع هذا الإجراءات هذه الممكنة، ولكن نراه التفويض لا يعني أن يبقى المجلس في حالة عطالة. يبقى المجلس يشتغل يناقش القوانين المعروضة عليه وفي عمله العادي، وفي مقابل ذلك يتم تفويض جزء من الصلاحيات للحكومة حتى تتمكن من السرعة والنجاعة في مجابهة هذه الكارثة. فالأصل أن يبقى المجلس مواصلا لأشغاله ويتم تفويض وفق الفصل 70 في نقاط معينة ومحدودة في الزمن ومحدودة كذلك دون التعسف على النظام الداخلي، وهو ما أراه اليوم. وفي النهاية أقول ربنا
لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، والسلام عليكم. شكرا. السيدة فريدة العبيدي، 4 دقائق. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أريد أن أتوجه بتحية إلى جنود الميدان، صحة، أمن، جيش، موظفين وكل من هو في الميدان. النقطة الثانية، أنا أريد أن أعبر عن تضامني المطلق مع زميلي الدكتور محمد العفاس، وأعتبر أن الاعتداء الذي حصل عليه هو اعتداء على مجلس نواب الشعب، وأن العنف مرفوض مهما كان مأتاه ومهما كان السبب. ثلاثة، أريد أن أذكر بالقسم، أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس. المكتب المجلس قدم إجراءات من شأنها أن تضمن تواصل عمل السلطة الأصلية، وأنا للأسف أستغرب، لأنه الأصل أن كل سلطة تدافع عن صلاحياتها، والأصل أن هذه الصلاحيات نتمسك بها في الحالات الاستثنائية، وأن القول بأن التفويض هذا مصلحة عامة من شأنه أن يجعل هذه المؤسسة الأصلية تتأخر عن أداء واجبها في هذه اللحظة التاريخية التي لا نعتبر أن أرواحنا أو صحتنا أفضل أو مقدمة على الذين هم الآن في الميدان. أنا أعتبر أن الذين يدافعون عن الفصل 70، نقول لو أننا لا نوافق اليوم على إدراج هذه الإجراءات والتصويت عليها، من يضمن أن تكون لنا جلسة عامة في المستقبل؟ وأن عدم التصويت على هذه الإجراءات لن يمكننا من التصويت على مشروع قانون التفويض، ولذلك نكون منسجمين، لأنه من حق المجلس طبقا الفصل 56 اتخاذ إجراءات، وسبق للجلسة العامة التي تبقى سيدة نفسها أن صوتت على بيانات وعلى قرارات، وليس بالضرورة أن تصوت على مشاريع قوانين عادية أو أساسية أو اتفاقيات. ولذلك ما نقوم به اليوم وما يقدمه مكتب المجلس ليس بدعة من البدع، بل هذا ما سار عليه مجلس نواب الشعب. الأصل أنه حرصنا على هذه الإجراءات الاستثنائية في هذه الظروف الاستثنائية تجعلنا نبحث عن ضمانات لهذه الإجراءات، وأنا ضد يعني المس من فصل 61 الذي يعتبر أن التصويت شخصي، وإنما نبحث عن ضمانات أن يكون هذا التصويت ضمن تطبيقة تقنية تمكن من توفر هذه النزاهة وهذه الشفافية في عملية التصويت. ولذلك كلما كانت هذه الإجراءات مهمة في هذه المرحلة، يجب إحاطتها بجملة من الضمانات حتى نحترم الفصل 61 وأن نحترم دور مجلس نواب الشعب. القول بأنه هذا تعديل النظام الداخلي، شرح الأسباب كان واضحا وورد ضمن صلاحيات مكتب المجلس، ولذلك أعتبر ما تم تقديمه من مكتب المجلس هو فيه احترام للدستور وفيه احترام للنظام الداخلي. ونحن نعتبر أن هذه الإجراءات من تفويض لرؤساء الكتل ولمكتب المجلس الآن هو حاصل، لأنه خلية الأزمة الآن التي تجتمع منذ هذه الأزمة والقرارات والتوصيات التي اتخذتها خلية الأزمة بإمكان الجلسة العامة أن تفوض لها، لا يعني تفويض ذلك في التصويت، وإنما التفويض لخلية الأزمة في اتخاذ هذه القرارات التي تسهل عمل سير هذه الجلسة العامة وهذا المرفق وهذه السلطة الأصلية في هذه الظروف الاستثنائية. في الظروف الاستثنائية لا تتخلى السلطة الأصلية عن دورها، بل تبحث عن الوسائل الاستثنائية والإجراءات التي تخول لها استمرارية ضمان عم. شكرا للسيد عبيدي. السيد عياض اللومي، 4 دقائق. موجود؟ مقعد 126. ممكن تغير مكان سي اللومي؟ شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا الموضوع اللي يطرح اليوم حسب رأيي من الأهمية بمكان في هذا الظرف الذي تعيشه بلادنا، وهي فرصة أولا لإعراب تضامني مع ضحايا هذا الوباء، ولكن أيضا مع جنود الصف الأول وفي مقدمتهم الأطباء والإطار الطبي عموما، وطبعا الجيش الوطني والقوات الأمن الذين فرضوا الحجر الصحي التام. احنا كنواب شعب لما انتخبونا نحن موظفين دولة اليوم، ونتقاضى أجرا للقيام بمهمة، والمهمة هذه مهمة شاقة لأنه فما ناس حتى تثقدها فينا. لا أعتقد أنه هناك ديمقراطية بدون برلمان، ما نظنش اللي نجم نتصوره فما ديمقراطية بدون عمل مسج تشريعي. روح الديمقراطية هو الفصل بين السلطات، الديمقراطية عندها تعريف أول هو حكم الأغلبية، ولكن أيضا لما نقرأه جون جاك روسو، مونتسكيو، الأمهات الكتب، واضح أنه فصل بين السلطات هو مبدأ من مبادئ الديمقراطية. والموضوع هذا ما هوش نظري، الموضوع هذا عنده معنى. يعني لما نتحدث على تجميع السلطات عند يد واحد، المبدأ شو يقول؟ يقول أنه القوة المعرات لا يمكن أن تكون غاشمة، القوة وحدها لا يمكن تصنيفها، لكن لما تصبح عند يد واحد برك ستؤول به حتما إلى الاستبداد. وإذا كان احنا اليوم الوباء هذايا ليزي الوباء ونزيدوا نفرضوا على رواحنا الاستبداد، حقيقة انتحار، انتحار فكري وانتحار سياسي وانتحار قيمي لهذا المجلس. إذا كان نطلب منا وأنه بتعلة الوباء وأنه احنا ننسحب من المعركة وما نقوموش بواجبنا، وواجبنا اللي هو فيه جانبين، جانب تشريعي وجانب رقابة. يعني اليوم إذا كان الحكومة صحيح نشدوا على أيديها ونسهلوا لها مهامها، وعلى عكس اللي يتقال في إطار الفوضى وأنه الهدف هو قطع الطريق على الفصل 70، أنا مريد حتى حد اعترض على فصل 70 ولا اعترض على التفويض، ولكل مقام المقال. علاش لشاسة لسورسيان؟ علاش هذه معارك طواحين الرياح؟ خلي يجي الفصل هذا ونناقشوه، ويزوي التأمل المجلس باش يناقشوا كما كانت تقول الزميلة مشكورة. فاحنا اليوم بصدد موضوع بسيط جدا وهو تسهيل عمل المجلس، هذا المجلس التشريعي اللي هو جزء من اتخاذ القرار. انا باش نقول حاجه، هل يمكن وانه احنا في هالوباء هذايا وفي هالحرب هذيا ضد الطاعون وحرب بيولوجيه البعض سماها، وانه نخليه القرار في يد واحد برك؟ كي يغلط السيدات يا سيدي نحيه سوء النيه، ما نجمش يغلط. ها شو هو فيه في اعتى الديمقراطيات رئيس الوزراء البريطاني غلط، شكون اللي رجعه للجاده؟ مرجعوا البرلمان. شفنا جونسون ملون ما عملش حجر صحي وشاف اتجاه معين، لكن البرلمان رجعوا. ما سكر البرلمان البريطاني يستحيل، ونشوفه في فرنسا سيدي هاي بحذان نفس الشيء. رئيس لجنة المالية أول حاجة عملها هو أنه شكر الرئيس ساركوزي وأنه خلى المؤسسات تخدم، وحتى كيعمل المراسيم عمل 25 مرسوم في نقاط دقيقة، مش فرصة هي باش نفكوا ولا باش نغوروا ولا معناتها باش نعملوا حاجه ضبابيه، واذا كان ما نعطيوكمش تولي معناتها متشبثين بسلطه اللي هي نتاعنا اللي هي عطاها لنا الشعب بهالتفويض هذا بالانتخاب اللي وقع واللي احنا موجودين بمقتضاه. كذلك لما نشوف النقاش اللي موجود بين الديمقراطيين والجمهوريين، حتى حد ما خون الاخر نقاش. شكرا سي اللومي. بعد سي فتحي بالقاسم 4 دقائق. صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، أترحم على أرواح هذه المحنة كما أتمنى الشفاء لكل المرضى، وأسجل دعمي للجيش التونسي والأمن التونسي وأيضا الإطار الطبي المرابط وهو في مقدمة هذه الجيوش، كما أني أريد أن أحيي المواطن المنضبط بالحجر الصحي لأنه في الحقيقة هو الجندي الأول. سيد الرئيس، أنا نحب أقول اللي نحن في زمن استثنائي
وفي محنة استثنائية، وكل هذا يتطلب إجراء استثنائي. النائب اليوم هو في رحاء السلطة، النائب اليوم له مشاغل الجهة، النائب اليوم يعاني من عملية إدارة السلطة في جهته، هو من جهة يحل المشاكل الاجتماعية، هو من جهة يحاول أن يوفر المواد الغذائية للمواطنين، هو يتصل بالوزارة ويتصل بالحكومة بالسلطة الجهوية، يتصل بالمواطن يحاول أن يوفر مرافق الصحية. هذا هو دور النائب. النائب لا يترك مكانه لغيره في الحرب. وبالتالي القضية اليوم مش قضية تنازع السلطات بقدر ما هي القضية قضية إيمان بموقف وإيمان بدور حقيقي في هذه المحنة. نحن كنواب لابد أن نكون في عمق هذه السلطة، لا يمكن أن نتخلى أو نتردد أو نتأخر ولو قيدا أنملا. نحب نقول سيد الرئيس، إذا نحن في حاجة إلى وحدة بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، نريد أن نرى أكثر تنسيقا بين هذه السلطات، نريد أن نكون كل الشعب التونسي، كل الأطياف السياسية ملتزمة منسجمة من أجل أن توحد هذه الجهود. الثقة التي تحدث عنها الزملاء لابد أن تكون ثقة متبادلة، لابد أن تكون الثقة متبادلة. في بعض التصرفات لا تليق لا بالمثقف ولا بالواعي ولا بالوطني ولا بالسياسي، لابد أن ننسجم مع هذه المرحلة. البرلمان الألماني الآن يجد آليات حتى يتصرف، ولكن رغم طلب الحكومة للتفويض إلا أنه رفض أن يتنازل، بل اختزل التمثيلية النيابية إلى الثلث. البرلمان في كل دول العالم يجدون الحلول اليوم، وإذا وجدنا نحن اليوم حل من الحلول إلكترونيا كان أو توفير الآليات الأساسية التي من شأنها أن تحمي النائب وتعزز دوره وتحافظ على أداء دوره من أجل هذه المحنة التي نتمنى أن تزول، فنحن ندعم هذا الإجراء ولابد أن نذهب فيه. بالنسبة للتصويت الإلكتروني، أنا أيضا مع ما تحدث عنه الكثير من الإخوة من أجل أن تكون فيه الكثير من الشفافية، وهذا أيضا أمر مطلوب، وهنالك العديد من التطبيقات جربت، فكيف مثلا في أمريكا يعتمدون التصويت الإلكتروني، فما بالك نحن. في الأخير أقول الشعب التونسي اليوم في حاجة أن يكون مع سلطة برلمانية، الشعب التونسي اليوم يريد أن يرى البرلمان. شكرا. كلمة للزميل المحترم السيد حسون الناصفي، 5 دقائق تفضل. شكرا سيد الرئيس. الحقيقة والنقاش طرح جدل وطرح جملة من الإشكاليات، وأنا كنت في خلية الأزمة قلت أنه هذا الموضوع ما عنده حتى داعي لطرحه على الجلسة العامة. علاش؟ لأنه 6 نقاط اللي اقترحتوهم علينا في الجلسة العامة هذه للتصويت. هاي خلينا نبدأ بالنقطة الأولى، وهو إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية ينجم مكتب المجلس يقر أجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر فيها سواء في اللجنة ولا في الجلسة العامة. هذايا النظام الداخلي الحالي يسمح بذلك وصار العمل به سابقا. 2، رئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس ينجم يختصر أجال الدعوة للجلسات العامة. 80% من الجلسات العامة في المدة النيابية 2014-2019 تمت اعتماداً على اختصار الأجال استناداً إلى النظام الداخلي الحالي، وبالتالي هذه زادة موجودة في النظام الداخلي. 3، تنطلق الجلسات العامة في موعد محدد دون توقف على توفر نصاب محدد. هذه بدعة من البدع. النصاب مفروض أنه ديما يصير التثبت فيه أثناء عملية التصويت، وصار أنه انطلقت جلسات عامة بدون التثبت في النصاب المحدد.
النقطة الخامسة وتو نرجع للنقطة الرابعة بعد حين، أنه المكتب يقرر مدة وصيغة مختصرة للنقاش بالنسبة للجلسات العامة، هذا معمول به إلى يوم الناس هذا. مكتب المجلس قاعد يحدد لنا في مدة التدخل والنقاش العام في كل جلسة عامة. النقطة ستة، تفوض الجلسة العامة خلية أزمة بمجلس النواب لتتولى المهمة الرقابية تجاه الحكومة في أيام عمل انعقاد الجلسات العامة، وهذا أيضا معمول به. يا سيدي لو فرضنا أنه مكتب المجلس استدعى عضو حكومة توا باش يقولوا له ليش بيك عيط له، ورئيس المجلس كرئيس مكتب يدعو من يشاء للحضور واختار أن يدعو رؤساء الكتل لعقد جلسة عامة مع أحد أعضاء الحكومة أو مع عديد الأعضاء، جلسة عمل رقبية، شنو اللي يمنعه؟ لا شيء. وبالتالي الخمسة أحكام اللي نقشوا فيها هي موجودة في نص النظام الداخلي الحالي، وليست في حاجة أنه جلسة عامة تجادل وتتناقش باش تصوت عليها ولا ما تصوتهاش. هذا قرار سيادي كان من المفروض على مكتب المجلس أن يتخذه ويتم الإعلام به في الجلسة العامة. نجي لمسألة التصويت عن بعد. النظام الداخلي هذا يا سيدي الرئيس يحكي على التصويت الإلكتروني، موجود ولا مش موجود؟ النظام الداخلي يحكي على التصويت الإلكتروني، قالش عن قرب ولا عن بعد. التصويت الإلكتروني فيه جملة من الأشكال والصياغ، الحاجة الوحيدة الضرورية هو كيفاش نثبت أنه تصويت شخصي، أي أنه نائب هو اللي قام بعملية التصويت، وآليات الإثبات ممكنة ومسموح بها، وعندنا وكالة مختصة في تونس اليوم وطنية باش تنجم تأكد لك اللي السيد اللي قام بالتصويت هو زيد الزيادي ولا عمر بن محمد. وبالتالي قاعدين نناقشوا في مسائل، في ظرف اللي تعيش فيه بلادنا اليوم، وضعية استثنائية. لو واحد حكى على مسألة الفصل 80 اللي تم الاستناد ليه في إصدار أمر من رئيس الجمهورية واللي يحكي على التدابير الاستثنائية، شكون بحكى عليه حد هذا؟ شبينا ما نقشناهوش وقلنا له بنا حق، يا هل ترى عملت لنا في بيانك أنك باش تتخذ تدابير استثنائية ولا موضوع هذا نسكتوا وانطفئوا عليه الضوء؟ الله الله مثالش عادي. أما أني باش نناقش أنا صلاحيات يضبط أحكامها النظام الداخلي وغير خاضعة للاجتهاد والنقاش، تحبوا نتجادلوا مرحبا، أما راهو النظام الداخلي الحالي يسمح باتخاذ هذا. موضوع المراسيم يا أخويا هاتوا يجي القانون وتو نحكيوا فيه، تحبوا عن بعد ولا عن قرب؟ وأنا أحب نقترح حاجة وأدعو من المنبر هذا السيد وزير الصحة أنه يرسل لنا وفد طبي يقوم بإجراء التحاليل اللازمة على كل أعضاء مجلس النواب الحاضرين، وعندنا 130 نائب حاضرين، لو كان ثبت طبيا أننا بخير وما عندناش إصابة بالكورونا ما نروحوش ونقعدوا هنا في المجلس، ووفرونا أماكن نقل وسائل نقل معقمة وإقامة وتو نقيموا في النزل إذا كلزم، وجيبونا بكيران معقمة ونخدموا شهرين وثلاثة ما دامنا لبس علينا مناش خايفين. تحبوا هكا خلينا نمشيوا هكا. شكرا. تفضل سيد نائب نقطة نظام. سيد سعيد الجزيري نقطة نظام تفضل. بطاقة موجودة زميلي. سيد سعيد الجزيري مفضلكم. مقعد زميل. رقم المقعد. رقم المقعد زميل. 254. نذكركم زميلي المحترم بضرورة معناها مسألة تعني سير الجلسة العامة. مقعد 264 من فضلكم. تغيروا المقعد من فضلك. ميتين وحداش من فضلكم. تفضل تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، جينا اليوم
للمجلس نواب الشعب باش نتكلموا. جينا باش نقيدوا اسمنا، قال لك لا ما عندكمش حق تتكلموا. انا نحب نقول قدام التوانسه الكل، كما عندناش حق باش نتكلموا ونحكوا على الديمقراطيه مصباح ربي، نروحوا على الجايين. احنا حاطين حياتنا في خطر وعندنا حق باش نتكلموا. تقولي رؤساء الكتل تكلموا، عندكم حق باش تكلموا، دقيقه نص دقيقه ما تكلموش، نتكلموا ولا ما نتكلموش؟ مانا جايين باش تاخذوا دروس. احنا نواب للشعب وبكلنا سواسيه، واذا كان باش نتعاملوا بطريقه سواسيه خلنا نبقى، اذا كان وجودنا كعدمه نروحوا شدوا ديارنا. اذا احنا عندنا حق باش نتكلموا ونعطوا راينا في كل شيء. نجي قايد اسمي يقول لك لا. سيد النايب، شكون اللي رفض باش ياخذ عليكم تسجيل اسم؟ هنا عندكم قيد ثلاثة دقائق قال لك لا. غير المنتمين لديكم معناها الحق في أخذ الكلمة وهذا مسموح به. أنا نحب نتكلم. وأول الجلسة كان ربما من المفروض أنه تتقدموا بطلب كلمة وتمنح لكم. إي أنا اللي داخلوا أعضاء كتل وليس رؤساء كتل فحسب سيد النايب. بالضبط، أنا نحب نتكلم. سجلت، أنت ما سجلتش أوحي إليك. تتكلم كان أنت. كلنا نتكلم. سيد النايب المحترم، لا ما نظموش الإدارة لأنه طلب الكلمة متاع سيادتكم في الحوار مع الحكومة مش في النقطة هذه. ما احنا كحابين نكتبوا نتكلموا مش في النقطة هذه. اسمعني يا سيد النايب، يا سيد النايب ما نسيش نسمع بعض. نتكلم في زوز مواضيع. فهمتك. الموضوع الأول. فهمتك سيد النايب، فهمتك. الموضوع بعتها مرة واحدة ورفضوها، فمالك مرتين؟ سيد النايب، سيد النايب فهمتك شو تحب تقول، فهمتك، شكرا لك. نزيد نكرر، سيادتك عندك طلب كلمة في الحوار بعد، لكن لو طلبتم الكلمة في النقطة هذه كان إدراج اسمكم بدون إشكال سيد النايب، شكرا. طيب التدخل قبل الأخير سيد عدنان بن إبراهيم، خمسة دقائق تفضل. شكرا سيد الرئيسة. صباح الخير الناس الكل. نبدأ بكلمتي نقول إن شاء الله ربي يحفظ تونس، إن شاء الله ربي يبقى علينا الستر، وربي يحمينا خاصة من شبح الوباء اللي قاعد ينتشر والرقعة متاعه تتساع يوما بعد يوم. تحية لكل من تجند في الصفوف الأمامية باش يحمينا اليوم من إطار طبي وشبه طبي، من أمنيين ومن عسكريين، واللي يخدموا في ظروف أقل ما يقال عليها إنها ظروف كارثية وناقصين تول مويان دو بروتكسيون. هذا موضوع تنحكيو فيه بعد مع الحكومة. المشكلة أنه الوباء هذا ألقى بظلاله على، خلينا نقول، على المستوى السياسي، ويرفع الغبار على العديد من المشاكل الموجودة وعلى الشرخ موجود كبير اليوم بين السلطات الثلاثة، كل واحد يخرج لنا بخطاب. نبدأ النقطة الأولى متاعي في تساؤل مهم جدا، هل نحن اليوم في ظل وتحت طائلة الفصل 80 نعم أم لا؟ الزوز أوامر حكومية الرئاسية اللي أصدرهم السيد رئيس الجمهورية، هل هما استنادا للفصل 80 نعم أم لا؟ السيد رئيس الجمهورية اللي هو المفروض أول حامي للدستور، على ما أظن أنه أول إنسان يخرق الدستور، كيفاش يفعل الفصل 80 في ظل غياب المحكمة الدستورية؟ كيفاش يفعل الفصل 80 دون الرجوع إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب؟ كيفاش يفعل الفصل 80 ويخرج علينا في خطاب مباشر من غير ما يقول اللي هو فعل الفصل 80 ضمنيا حسب الأوامر الرئاسية اللي يصدرهم؟ احنا اليوم تحت طائلة الفصل 80، ضبابية تامة من رئاسة الجمهورية، فرجاء التوضيح. هذا سؤال الأول. نقطة ثانية فيما يخص الإجراءات الجديدة المطروحة اليوم على الجلسة العام، أعتقد اللي احنا في حرب، الناس كل كاين بكري تعاود في كلمة حرب، وفي حرب بقاء، وفي دون اون غير دو سيرفي، ما عادش نحكيو على اجراءات و دون دي سيركونسونس اكسبسيونيل، راهي توجور دي ميزور اكسبسيونيل. اذا كان ما ناخذوش اجراءات استثنائيه، اذا كان اليوم عاجزين احنا وناس تحكي على خرق للنظام الداخلي وعلى تعديل النظام الداخلي ونتعداو على لجنه النظام الداخلي باش نعدلوا، نتصور اللي هذايا جايز وجايز جدا. نتعدى للنقطه اللي بعدها اللي هي الفصل 70. بربي الفصل 80 يلندرا يتقابلوا ولا ما يتقابلوش؟ هذا سؤالي، مانيش اخصائي في القانون. اسكو نجموا فعلوا فصل 70 في ظل الفصل 80؟ واذا كان الفصل 80 اليوم مفعل، هل السيد رئيس الجمهوريه
باش يعطي صلاحياته ويفوض صلاحياته اللي هي في الأمن وفي الخارجية وفي الدفاع باش يعطيهم للسيد رئيس الحكومة اللي باش يولي رئيس السلطة التنفيذية بالفعل نعم أم لا. ثم إنه الفصل 70 راهو لا ينفي عمل المجلس النواب، احنا ماناش ضد الفصل 70، تبقى مجلس النواب حسب الفصل 80 في حالة انعقاد دائم نجموا نجتمعوا فماش حتى مشكل، وماناش خير من 1.5 مليون توانسة اللي قاعدين يخرجوا اليوم يوميا وقاعدين يعرضوا في حياتهم للخطر، نجموا نجتمعوا فماش حتى اشكال. اذا كان لزم الامر باش نفوضوا للسيد رئيس الحكومة نفوضوا للسيد رئيس الحكومة، لكن زاد مش تفويض كما اللي شفنا الصيغة متاعه خرجت في قوانين أساسية هذا مرفوض، قوانين عادية مرحبا، في قوانين أساسية لا. خليوا الحديث على الفصل 70 إن شاء الله في جلسة الحوار مع الحكومة بعد. مشكورة سيد الرئيس. شكرا. وآخر المتدخلين السيد أسامة الخليفي 6 دقائق. وين طلب الكلمة؟ ما عنديش طلب لا تنازلها سي نعمال العش نازل لأربع دقائق. سي نعمال العش نازل مدام سامي. قداش من دقيقة؟ أربعة دقائق. سيد يسري الداري طالب الكلمة؟ اذكر اسمكم. طيب سيدة سامي عبو متمسكة؟ لا تفضل تفضل أنت. لا هو خليها آخر جهة المبادرة وطلب لك. هو جهة المبادرة يحب يجاوب في الأخير. ما تقريبا يا سامي يا سامي تقريبا معناها مكتب المجلس هما باش يتكلموا بس مكتب المجلس يا سامي تقريبا ما تشدش في الحديث. جهة المكتب التي عرضت هذه الإجراءات الاستثنائية متمسكة بكلمتك؟ هذه مداخلته العادية، حقه كنائب باش يعبر عن رأيه. ما جاتنيش حتى مراسلة في الكتلة في تغيير وإلا منح وقت سيد النائب. ما فماش مراسلة، دونك سيد يسري الداري وبعد السيد أسامة الخليفي. تفضل سيد يسري 4 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية سلام وسلامة لكل من يتابع أعمالنا وأعمال مجلسنا هذا، وخاصة الملتزمين والملتزمات بالحجر الصحي واللي خايفين على صحتهم وصحة أولادهم والديهم وأخواتهم. تحية لرجال الصحة جميعا ورجال القوات الحاملة للسلاح وللمزودين والمصنعين والمجتمع المدني. ثم نواب يحكيوا على الفصل 70 وكأنه هالفصل هذا جاء باش يتطبق في زمن الكورونا، وكأنهم يحبوا يقولوا اللي النواب اللي عملوا الدستور جهابذة عصرهم وتنبؤوا بزمن الكورونا، لكن خسارتهم خموا باش يعطيوا تفويض للحكومة وما خموش باش يضمنوا سيرورة عمل مجلس النواب. المجلس اليوم سيدة الرئيسة يلزم يكون قدوة في تجاوز الأزمة، ويلزم يكون قدوة في التعامل مع الأزمة، والتعامل معها يكون في إيجاد الحلول، وأنا نرى للحلول في الزمن هذايا وإحنا متأخرين على برشا دول، يلزموا يكون حلول إلكترونية والعمل عن بعد. المجلس هذايا يلزموا يأمن بالكفاءات التونسية العلمية ويعطي ثقة في العلم وفي التكنولوجيا وفي المهندسين اللي يلزمهم يسهروا على تأمين هالعمل هذايا على بعد. لكن للأسف سيد الرئيس قاعد نسمع في أصوات من زملائي أصوات اليوم رجعية وظلامية وفوضوية، والأغلب أنها تكون عندها حسابات سلطوية
إذا كان مش ما نقولش تسلطية. تجربتي البسيطة على فكرة مع العمل عن بعد تخليني أقول لي في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون قوات الحملة على السلاح، وبعد معناها تفويضكم لنا باش ننجموا نخدموا على بعد، عملنا زوز بيانات وخرجنا بلاغ وخدمنا قرار وافتح لنا أبواب للعمل عن بعد في راحة كبيرة برشا. دونك ما نتصورش اللي هذا يعيق عمل المجلس، بل بالعكس قاعد يحل في برشا مشاكل. وكما قلت قبيلة، الناس اللي قاعدة تتشدق وتقول كونه ما ناش مأمنين وهو ولا مش هو، وهذا بلك شي عمه وبلك شي خاله نزل ودرشنوه، هذا قاعدين يميعوا في عمل المجلس وقاعدين يقلوا في شأن عمل المجلس وفي قدرته على أنه يكون يحترم ويكون قادر أنه يستعمل التكنولوجيا، وهذا ضحك على الذقون، وهذا استبلاه للشعب التونسي، وكأنه يحب يقزمنا ويقزم الكفاءات اللي تنجم تخدم الحكايات من هكا. كان اعترابي رانا تجاوزنا هذا كله، كان اعترابي رانا اليوم قاعدين نناقشوا كيفية المرور إلى هذا كله، مش عليه. شكرا زميل محترم سيد أسامة الخليفي، 6 دقائق تفضل. شكرا سيد الرئيس، تحية لشعبنا العزيز في الظرف الاستثنائي هذايا، تحية لزملاء النواب الكل، تمنياتي ليكم أنه ربي يحميكم من هالوباء لكلكم ويحمينا كل ما بعضنا ويحمي تونس إن شاء الله. سيد الرئيس، نحب في البداية انتهز الفرصة باش نذكر ببعض المفاهيم. مجلس هذا راه مش مجلس تشريعي كما قاعدين نسمعوا فيه من بعض الناس اللي وهما سلطة عليا في البلاد، قاعدين مرة واثنين وثلاثة يقولوا المجلس التشريعي. ونحب نذكر ببعض الفصول من الدستور كما الباب الأول المبادئ العامة في الفصل الثالث: الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء. في الباب الثالث للسلطة التشريعية الفصل 52، الفصل 50: يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء. ماناش مجلس تشريعي، نحن مجلس نواب ونحن نواب الشعب، والشعب يمارس سلطته في هذا المجلس عبر نوابه اللي انتخبوه. هذا تذكير هكا للدستور باش اللي قاعد يخلط في المفاهيم ماذا به يتذكر. واحنا اليوم يظهر لي بالآفة هذه متاع الكورونا، نحبوا الشعب ومش احنا نحبوا الشعب، معناتها في حجر صح وما هوش مخير، وهو منضبط لقرارات السلطة، وهو منضبط في انضباط وطني غير معهود. لكن يظهر لي ثم تمشي، وانا ما فهمتش علاش اليوم نحكيه على الفصل 70، ثم تمشي باش حتى السلطه هذه اللي يضمنها له الدستور واللي معناتها ضمنتها له الديمقراطيه نحبوا نحوها له. ما حتى مجلس نواب شعب في العالم موقف على الخدمه في العالم الكل في الديمقراطيات الكل، اما يظهر لي احنا عندنا دي ديموكرات نو براتيكو، عندنا ديمقراطيين كان باللس. الناس تجابه في الوباء هذا بالديمقراطيه في العالم وبالانضباط الوطني
وبالتضامن الوطني وبالوحدة الوطنية. احنا لا يضر لي نحب نختار ونجيبوه بالعرك والمعروك وبال معناتها بال شكون يغور على الاخر، ونحب نستغلوا الظرف هذا باش نغوروا على بعضنا ونغوروا على السلطة ونبدلوا المفاهيم. مجلس نواب الشعب فيه نواب يمثلوا الشعب ويلزموا يواصل يخدم، وهذا من دورنا احنا كنواب باش نوفر كل الآليات باش نحميه شعبنا وباش ندافعوا عليه، لانه انتخبنا زادة للحاجات هذه. اش معناتها نفوضوا احنا لغيرنا؟ اش بينا احنا معناتها الشعب انتخب ناس باش نفوضوا لها؟ اش بينا احنا نخافوا؟ خير احنا خير من 1.5 مليون اللي اليوم موجودين على الجبهة لمقاومة الفيروس هذا اللي هو انفيزيبل، اللي اي انسان ينجم يمسه. خير من البوليسية احنا؟ خير من الجيش؟ خير من الطب؟ احنا بالعكس، احنا يلزمنا نكونوا في الصفوف الاولى، لانه احنا الشعب اعطانا تفويض باش نمارسوا السلطة في بلاستو وباش ندافع عليه وباش نكرسوا الديمقراطية حتى في الظروف هذه، وباش نكونوا في الصفوف الأولى في الدفاع عليه. الآليات المطروحة اليوم هي آليات مطروحة باش المجلس هذا يواصل يخدم على روحه، باش يواصل يدافع على الشعب، باش يواصل يوفر للشعب التشريعات اللازمة والقرارات اللازمة لحمايته في مثل هذه الظروف. مجلس النواب كل المعمل كونه اليوم وفر الآليات وعرضهم على مجلس النواب للتصويت عليها لمواصلة عمل المجلس، باش جوستومون ما يستغل حتى حد الظرف هذا ويجي يتلعب ويجي معناتها يستغل ظرف كما هذايا وضعف متاع أمة ومتاع دولة ومتاع أمم ومتاع عالم باش يحاول يستحوذ على السلطة. البرلمان هذا هو صمام الأمان لحماية الشعب التونسي، وهو الكفيل الوحيد باش يواصل الشعب التونسي يمارس سلطته. شكرا. قبل أن أحيل الكلمة لمن يمثل مكتب المجلس للردود على مجمل الاستفسارات آخر المتداخلين السيدة سامية حمودة عبو، 4 دقائق تفضل. شكرا سيد رئيس. سيد رئيس، الساعة أول كلمة نحب نقولها للمواطنين تفرجوا فينا ويسمعوا فينا، شدوا دياركم. راهو الدواء الوحيد للكورونا شد دارك، فيش دواء الكورونا. عنا مرض بلال بيه ربي، العالم كامل ما فيش الدواء فيه. أبقى في دارك وحافظ على أولادك وشد صغارك وسكر ببدارك بمفتاح، يخرجوا وقت الضرورة باش يشريوا حاجة ويرجع. لعنا وضع صحي باهي، لعنا بلاتفورم صحية باهية، لعنا سبيطارات باهين، ولعنا حتى شيء. يشدوا ديارهم، كي تصير لهم حاجة ما ينصحهم حتى حد. هذه الساعة الأولى قبل ما نبدأ. اثنين، أنا مع مقترح سي حسونة نبقى في المجلس نتجندوا ليل ونهار هنا، يحطونا فروشاتنا وأمورنا ونخدموا ليل ونهار، ما يقلقش ما يقلقش. ثلاثة، راهو الحكاية مش في الفصل تاع رقم 70 تاع الدستور. نحن اليوم إذا كان ثم تشنج في المجلس هذايا، لأن المجلس هذايا قاعد يستعمل كما المحتكرين تاع المواد الغذائية توا، قاعد يستعمل قاعد يمارس في نفس ممارسات الناس اللي تستثمر في الأزمات. سي راش الغنوشي عنده مشكلة مع السلطة، عنده عركة مع السلطة، ما يستعملناش نحن أداة. نحن المجلس ما يستعملناش أداة باش يعمل عركته على السلطة. اعطيوني وين جات الفصل هذايا المقترح المبادره هذايا، منين جات؟ عضو مكتب مجلس يقول لك ما جاتناش، مش مبادره تاع مكتب المجلس. الفصل 57 اللي يحكيوا عليه كلام فارغ، يحكي اتخاذ تدابير بلا خوضوا، شكوا حتى حد. نعطيك اكثر من هذايا سيد رئيس، الفصل 126 شو يقول؟
يقول يصادق مجلس نواب الشعب باتخاذ قراراته كبيالي بأغلبية أعضاء الحاضرين بأغلبية المنطقة اثنين بأغلبية المعزة ثلاثة على شنو؟ على جملة من القوانين ما ثماش هالشيء هذايا جديد هذايا ما ثماش ما عناش حاجة اسمها هالشيء اللي جبتوه اللي خالق إجراءات وجبته هنا قلتوا لنا صوتوا عليه ما عناش هذه الأولى. اثنين كي انتم عندكم استعجال ووضع عام وأزمة وكورونا ومصلحة عامة والشعب يخدم إيش بيكم من مقترح رئيس الحكومة عدتوه الإجراءات العادية علاش؟ تساوموا ما عندها دونو ما نعطيوك هذا ما تصدقون على هذا شنو هالوضع الكارثي هذايا؟ وقتاش ترتقيوا السياسيين والسياسة؟ وقتاش ترتقي المستوى نتاع الأزمة ومستوى نتاع الكورونا ومستوى نتاع البلاد ومستوى نتاع الوطن؟ كل واحد يطيط من خطبة عصبية وهو قاعد يستغل تحكي الشعب اليومين هو الشعب يمارس في السلطة يمارس السلطة ما يكونش سلطة تعلموش معناتها يمارس السلطة اليوم احنا إذا كان اليوم قعدنا هكايا فلأنه رئيس المجلس جيب حكومة كان بجيبها من بعد على خاطر السيادة تعيط رئيس الحكومة في مكتب المجلس والفرض باش يجي لأنه النظام الداخلي والدستور لا يسمح بمكتب المجلس أن يعمل اجتماع مع رئيس الحكومة جايبوا اليوم بالذمة جايب حكومة كاملة اليوم ونواب كاملين في قاعة كيما هكا وإداريين وموظفين وصحفيين بالسيادة يسجل هدف ما حبش جيني أنا نجيبك هاي بلادنا اليوم وين جايبين اليوم النواب كلنا هنا الله أعلم فينا الله أعلم شكون باش يروح من هنا ياكلها مرضى علاش بالسيدي يعمل يستغل السلطة نتاعو ويعدي قرارات لا مشروعة وحتى إجراء ما فيهاش صحيح اش قاعدين يعملوا مكتب المجلس عمر كريت يا سي طارق فتيتي نائب رئيس قعدت معايا مدة 50 عمر كريت أعضاء مكتب المجلس يقعدوا يعملوا مبادرة عمر كريت وين وصلنا يعني خرق الإجراءات سيحسون يقول موجودين في نظام الداخل تبقوه شبيك ما تكلمتش على الخرق بتاع نظام الداخل شبيك ما تكلمتش على المهزلة بتاع هذي لأن هكذا نكون قد أنهينا كل التدخلات في النقاش العام أعود إلى ممثلي مكتب المجلس للتجاوب مع مجمل الاستفسارات السيدة زينب إبراهيمي والسيد أسامة الخليفي تفضلوا شكرا سيدة الرئيسة جزيل الشكر للزملاء على تدخلاتهم سيد رئيسة أنت اللي تسيري في الجلسة ولا شكون يسير فيها سيدة نيب سمعنا ملاحظتك سيدة نيب نقطة نظام عندما يكون هذا قرار مكتب ما فما حتى مشكل لا شيء يمنع ذلك السيدة عضوة المكتب ستجيبك لكن لا شيء يمنع ذلك لو فقط تسمح شوية بالزميلة تتكلم لو لم يقنعك كلامها إجابتها إذا ما أقنعتكش إجابتها تفضل نحترمك أعطيني أنت فصل يمنع أعطيني فصل يمنع تفضل سيدة زينب شكرا سيدة الرئيسة جزيل الشكر لكافة أعوان الإدارة وأعوان الأمن الرئاسي وأعوان اللي معانا نسكلوا الإعلاميين اللي معانا في المجلس اليوم للسادة النواب الكل حاضرين معانا اليوم اللي يحكي على البعد فما شكون جاي من تطاوين سيدة الرئيسة اليوم بلا مزية على تونس لا واحد فينا عامل مزية على تونس جنودنا في العادة يكونوا في الجبل في الثلج في المطر فما شكون في الصحراء في الصيف في رمضان وما قالش عامل مزية على تونس والكلنا إذا كان حتى فينا شكون اليوم الله لا يقدر يكون مصاب ما فما حتى مشكل هذا أقل شيء لبلادنا إن نجو نخدمه في الظروف هذه والأصل إن نكونوا موجودين في الظروف هذه الأصل إن ما يكونش فما استثناء في ظروف كيف هذه إذن سيدة الرئيسة في خصوص المقترح المعروض على الجلسة العامة اليوم الزملاء قدموا بجملة من النقاط جزء منها يهم النظام الداخلي وجزء يهم الدستور وسأجيب بطبيعة الحال على النقاط اللي تهم الدستور ثم أمر إلى النظام الداخلي في البداية سيدة الرئيسة الفصل 51 دستور ينص على أنه
تعقد الجلسات في كل في أي مكان آخر من تراب الجمهورية. المشكلة سيدة الرئيسة مش في مكان انعقاد الجلسة العامة، المشكلة في الاجتماع في حد ذاته. إذا كان باش نجتمعوا في أي مكان من الجمهورية فالأولى خلينا نجتمعوا لهنا في تونس. المشكلة أنه في أي مكان من تراب الجمهورية باش يكون فما خطر يهم الإداريين اللي باش يكونوا معانا، باش يهم الناس اللي باش تأمن الجلسة العامة، الخطر باش يمسهم هما ولا احنا النواب منتخبين باش نقوموا بواجبنا. لذلك وباعتبار أن الأزمة هي في أي مكان باش تكون، ما تمش إقرار أنه يكون عقد جلسة في مكان آخر خلاف تونس العاصمة، بل أنه يتم اعتماد التصويت عن بعد. في خصوص الفصل 64 دستور، لماذا تم اعتماد، وأنا باش نعتمد سيدة الرئيسة الترتيب الفصول حسب ورودها في في في, في معنى حسب ترتيبها في الدستور وليس حسب المداخلات، أنه الفصل 64 دستور يحكي على الأغلبية المعتمدة. احنا في كيف ما تعرف السيدة الرئيسة وأغلب السادة النواب ولا كل السادة النواب أو رؤساء الكتل أنه تم إقرار هالوثيقة هذه بمقترح من خلية الأزمة التي تكون مكتب المجلس ورؤساء الكتل، ضمانا لأنه هالمقترح هذا يحوز على أغلبية أو أكبر عدد ممكن من السادة النواب، وقياسا على أنه اعتبار أن الإجراءات هذه تمس إجراءات وسير عمل الجلسة العامة وسير عمل المجلس، تم اعتماد الأغلبية المعتمدة في التصويت على مقترحات تعديل النظام الداخلي وهي 109. بالنسبة لأنه هذا فيه تعديل للنظام الداخلي، عفوا هذا يمس النظام الداخلي، سأمر إلى الفصل 70 سيد الرئيسة قبل المرور إلى النقاط التي تهم النظام الداخلي. الفصل 70، نذكر زملائي أنه منذ بداية الأزمة هذه اللي مست بلادنا وإن شاء الله تترفع على بلادنا وعلى العالم الكل، تم إحداث لجنة أزمة في مجلس نواب الشعب تضم رؤساء الكتل ومكتب المجلس. اللجنة هذه يوم 16 مارس، ومهم جدا مهم جدا ذكر التواريخ، يوم 16 مارس 2020 صباحا، وهذا منشور في مكتب في صفحة المجلس في الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، تم إقرار إحداث أو تم إقرار حرفيا إقرار آليات العمل عن بعد. الآليات هذه تم عرضها في وثيقة يوم 21 مارس على مكتب المجلس، على خلية الأزمة أيضا التي تضم رؤساء الكتل. إذن عن تاريخ 16 مارس اللي انعقدت فيه الخلية وتقدمت فيه المبادرة هذه اللي تتعلق بالعمل عن بعد وضمان استمرارية عمل المجلس، يوم 21 مارس تم عرض الوثيقة الأولى لما عرض عليكم اليوم بتاريخ 21 مارس، وتم في تلك الجلسة إقرار جلسة عامة هي جلسة اليوم لنقاش والمصادقة على تلك الإجراءات الاستثنائية. طلب الحكومة سيد رئيسة والزميلة هي وحدها لأثارة الفصل 70، لم يثره أي من أعضاء المكتب أو سيد رئيس المجلس، بالعكس كان سير عادي. الزميلة هي التي أثارت الفصل 70، ما كانش مطروح أصلا الحديث عن فصل 70 اليوم. ولكن باعتبار تم اتهامنا بأنه المقترحات هذه اللي هي وردت قبل خطاب سيد رئيس الحكومة أنه محاولة أخرى، لا أعلم نوايا شنية اللي ذكرت بها الزميلة، انه السيد رئيس الحكومة في خطابه يوم 21 مارس شفاهيا طلب من المجلس التفويض تبقى احكام الفقرة 2 من الفصل 70، ثم لم يرد طلب كتابي على مكتب المجلس الا يوم امس 25 مارس. يوم 25 مارس يوم امس صباحا ورد علينا كتابيا مشروع قانون للتفويض للسيد رئيس الحكومة تبقى أحكام الفقرة 2 من الفصل 70. وباعتبار المجلس في خلية الأزمة يوم 16 مارس أقر أنه المجلس يضع كل إمكانياته البشرية والمادية
لمساعدة الحكومة تشريعيا في أي طلب تتوجه به لتجاوز هذه الأزمة وحماية شعبنا. تم عقد مكتب مجلس يوم أمس عشية، أي المطلب أو مشروع قانون الحكومة ورد يوم 25 مارس يوم أمس صباحا، انعقد مكتب المجلس على الساعة الثالثة بعد ظهر يوم أمس، أي في غضون ساعات وعن بعد، بالرغم أن النواب فما نواب موجودين في ولاياتهم، فما شكون في قفصة، في أريانة، في تونس، كانوا النواب موزعين في ولاياتهم، منتشرين في ولاياتهم لأنهم يعملوا جهويا كذلك مع السلطة الجهوية. انعقد رغم ذلك المكتب عن بعد لأول مرة ونجحت التجربة، وتم تصويتين خلال الجلسة، تم إجراء تصويتين خلال اجتماع المكتب. إذن أن الاتهامات اللي جتنا اليوم للمكتب دون مبرر، باعتبار أن المكتب تفاعل مباشرة مع طلب السيد رئيس الحكومة. علاش أحلناها على لجنة النظام الداخلي؟ لأنه مشهد اليوم يخلينا سيدة الرئيسة بالحق يلزمنا نحلوها على لجنة النظام الداخلي، لأن فما ناس تهتم بتفاصيل وتهتم بشكليات مهما كانت نتائجها بعد، إنه تجاوزها ينجم يساعد ما يساعدش البلاد، يساعد المواطنين ما يساعدهمش، مش مشكل، المهم فما إجراءات، وكأن الإجراءات وجدت قبلنا مش المجلس هو الذي أحدثها. حماية لقرار المجلس إن أراد إقرار ذلك معنى مشروع القانون أو لم يقره، هو الجلسة العامة التي ستقرر ذلك، فإنه تم إحالة مشروع القانون على لجنة النظام الداخلي مع استعجال نظر، ووجه المكتب طلب في استعجال نظر إلى اللجنة حتى تعجل في البت في مشروع القانون المحال عليها يوم أمس. إذن اتهامنا سيد الرئيسة بأن حاولنا القفز على مشروع قانون الحكومة هو اتهام باطل. الإجراءات اللي صايرة اليوم والجلسة المنعقدة اليوم والإجراءات الاستثنائية التي عرضت على سادة الزملاء اليوم تم إقرارها منذ يوم 16 مارس، قبل أسبوع من الخطاب أو الطلب الشفاهي من سيد رئيس الحكومة، وقبل 10 أيام من الطلب الكتابي. هذا في خصوص فصول الدستور التي تم نقاشها اليوم. في خصوص النظام الداخلي سيدة الرئيسة، الزملاء تطرقوا إلى الفصل 165، وهو أنه هذه من بين الفصول اللي نقشوا أو المقترحات اللي نقشوا فيها اليوم هي من قبيل فصول تعديل لفصول أو بعض فصول النظام الداخلي، مش صحيح، لأنه هذه هي إجراءات استثنائية لم ترد في النظام الداخلي. للأسف المشرع في 2014 وحتى قبل في المجلس الوطني التأسيسي هو العالم الكل، كل العالم لم يتنبأ أنه في يوم ما أو يتوقع أو يحتاط أنه في يوم ما نجم نوصله للوضع اللي احنا فيه توا، أنه صعوبة التقاء مجموعة دون حرب، هي حرب مع عدو ما نجموش نشوفوه ينجم يكون بيناتنا من غير ما نعرف. لذلك أنه الإجراءات هذه هي إجراءات استثنائية، ينجموا وإحنا اليوم معروض على المجلس على لجنة النظام الداخلي تنقيح النظام الداخلي، يمكن اعتماد بعضها أو تنقيحه إذا ثبت ضعفه أو عدم جدواه في النظام الداخلي، وإحداث باب جديد يتعلق بالإجراءات الاستثنائية أو الحالات الطارئة أو للسادة الزملاء سديد النظر في ذلك في تسمية بما يشاء. إذن أنه هذا يعتبر من قبيل تنقيح للنظام الداخلي مش صحيح، هي مقترحات جديدة لوضع استثنائي، لوضع يقتضي أنه نواب الشعب يكونوا اليوم بالحق نواب الشعب ويهزوا عليه الحمل الصحيح، لأنه اليوم تنجم تضطر الحكومة أن تبعث لنا جملة من القرارات وإلا جملة من المشاريع القوانين أو الاتفاقيات أو القروض أو ما ترى فيه هي مصلحة لتجاوز الأزمة هذه، يلزم يكون الشعب مطمئن على أنه القرارات هذيك تمر بمجلس نواب شعب يعمل مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف. في خصوص سيدة الرئيسة الفصل 64 من النظام الداخلي، احنا سيدة الرئيسة نعتمد على التصويت الإلكتروني، كيف ما تفضل زميل حسون الناصفي هو لم ينص النظام الداخلي إذا كان عن بعد أم عن قرب، ولكن ضمانا
لتفعيل هذه القرارات، وضمانا لأنه ما من بعد ما يجيناش حتى نقد أو طعن من الناس اللي تتمسك بالشكليات دون موجب أحيانا، أنه تم عرضها اليوم على الجلسة العامة حتى تنال رضا السادة الزملاء ويحوز هذا القرار، قرار لجنة الأزمة ثم مكتب المجلس بموافقة السادة الزملاء. في خصوص الملاحظة على النقطة السادسة من مشروع القرار، المصادقة على إمكانية انعقاد اجتماعات مكتب المجلس ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية عن بعد تبقى ما قرره مكتب المجلس المؤرخ في 16 مارس 2020، هذا تم سيد الرئيسة، على الأقل نجم نعتبره أنه جلسة يوم أمس مكتب يوم أمس هو تجربة ناجحة، نجم اليوم أن معناها تكون انعقاد الجلسة العامة كذلك عن بعد تقنياً ينجموا الإدارة، وهذا نتوجه بجزيل الشكر للفريق التقني الإعلامية في المجلس اللي وفر لنا يوم أمس ووفرنا كافة الظروف باش تنجح اجتماع مكتب يوم أمس. في خصوص النقطة خمسة اللي هي تفوض الجلسة العامة خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب لتولى المهمة الرقابية تجاه الحكومة في أيام عدم انعقاد الجلسة العامة، هذا سيد الرئيسة احنا حاولنا مرات ومرات أنه تنعقد جلسات مع السيد الوزراء، استجاب البعض وحضر البعض، ولكن للأسف الشديد لم ننجح في عقد جلسات أخرى، أنه نعرف صعوبة انعقاد الجلسة العامة أن يكون فما تصويت عن بعد في هذا ممكن، ولكن تنجم تكون فما حالات طارئة جدا تقتضي التفاعل المباشر مع السادة الوزراء، لذلك تم اعتماد النقطة خمسة. في خصوص نجاح أم عدم نجاح تجربة التصويت وأنه يكون شخصي، هو أصلا الآلية اللي اقترحناها اليوم في النقطة ثلاثة بما يسمح بالجزم باختيار كل مصوت، حبينا في القرار هذا أنه ما يتم تطبيق واعتماد التصويت في جلسة عامة إلا ما نكونوا متأكدين أن التطبيق المعتمدة ستضمن لكل نائب في مجلس نواب الشعب أن يؤدي واجبه كما يقتضيه الأمر، وأن يكون تصويته شخصيا مع كافة الضمانات في الحفاظ على صوته في الاتجاه الذي أراد أن يوجهه له. أوجه الكلمة للزميل مع جزيل الشكر. شكرا. الكلمة للزميل أسامة الخليفي. رجاء القليل من الهدوء داخل القاعة رجاء، سيد أسامة الصغير هذه المرة رجاء. شكرا، تفضل. شكرا سيد رئيسة. سمعت كلام من قبيل ايش يعمل مكتب المجلس لهنا، نحب نجاوب عليه الموضوع هذا. مكتب المجلس فيه ممثلين عن الكتل وفيه نواب شعب وعنده فصل في النظام الداخلي، معناتها ينص على شنية خدمته مكتب المجلس، خاطر الحقيقة وإحنا اليوم في يوم معناتها يتسمى تاريخي، وقت اللي نشيروا الزملاء ونقول لهم شو يعملوا هذوما هنا، إحنا رانا نواب وزملاء وماذا بينا نكونوا معناتها، خاطر إحنا نحترموا الناس كل هذي باليد هكا وبالإشارات ماذا بينا تتنح. الفصل 56 من القسم الثالث اختصاص المكتب، يتمتع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية: الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض. مكتب المجلس معلوم كونه معناتها يسهر على حسن سير الجلسات، ويسهر زادة على كونه المرفق هذايا مجلس النواب يستمر وما يتعطلش حتى في الظروف الاستثنائية هذه. احنا عملنا اجتماع في مكتب المجلس وعرض هذا المشروع في إطار كونا نجاوبوا على المسألة هذه، كيفاش مجلس النواب باش ينعقد في الظروف الاستثنائية هذه. فكان الخيار من طرف الإدارة كونه تتوفر تطبيقة ونجم النواب والجلسات العامة تنعقد عن بعد، وكان من صلاحيات مكتب المجلس أنه ياخذ القرار دون الرجوع إلى الجلسة العامة، وكان ثم أغلبية موافقة على أنه نمشيه في التوجه هذا. وأنا الزميل يقول ما جاناش، لا جاء هذا وتناقشنا فيه وقعدنا أكثر من ثلاثة سوايع أربع سوايع يظهر لي نحكيه في الموضوع، وكانت كل الكتل ممثلة في مكتب المجلس، وكان الحوار
على أساس كونه كيفاش المرفق يواصل خدمته، كيفاش الشعب يعاودها يمارس السلطة متاعه بالدستور هذايا، كيفاش الشعب اللي انتخب الناس هذوما الموجودين لهنا يمارس سلطته، كيفاش النواب ما يروحوش لديارهم، كيفاش النواب يخدموا الشعب التونسي ويواصلوا الخدمة متاعهم، كيفاش النواب يدافعوا على الشعب هذايا اللي في عهدتهم كونهم يدافعوا عليه في كل الظروف وخصوصا في الظروف هذه. وكنا نجموا ناخذوا قرار في مكتب المجلس بالتصويت وكان ثم أغلبية إلى كون مكتب المجلس ينعقد عن بعد ويصير التصويت طالما وفرنا الآليات اللازمة اللي تضمن تطبيق الدستور وتطبيق النظام الداخلي، وكان من الإمكان كونا نقوم بالشيء هذا. كونوا بعض النواب كانوا ضد صحيح، لكن ما كانتش عندهم أغلبية، لكن ما تعرضش عليهم المشروع مش صحيح، تعرض عليهم المشروع. احنا اليوم سيدة الرئيسة وانا لي الشرف كنائب باش ندافع في هاليوم هذا التاريخي على استمرارية مجلس النواب وعلى استمرارية عمله وعلى استمرارية الدولة وعلى استمرارية معناتها مؤسسات الدولة من غير توظيف ومن غير ما حتى حد يوظف الموضوع هذا في مواضيع سياسية. مجلس النواب معني به الشعب ومعنيين به نواب الشعب الكل. كونه كتلة ولا نائب يكون عنده رد آخر ولا يعتبر كونه عنده فكرة أخرى ما يفرضهاش على الأغلبية. هاو ثم احنا لهنا عرضناه في معناتها في إطار الشفافية، وكنا نعاود كنا النجم ناخذ القرار في مكتب المجلس ولنا الصلاحية في ذلك، لنا الصلاحية في ذلك وما مشيناش في التمشي هذا لأننا نحترمه أولا زملائنا النواب ونحبوا نشاركون في الموضوع ونحبوا نعرفوا شكون مع استمرارية المرفق العام ومع استمرارية مجلس النواب وشكون ضد، ونحبوا نفهموا زادة اللي الناس اليوم اللي تدافع على الفصول الأخرى اللي يمنحها الدستور كما الفصل 80 وفصل 70. الفصل 80 يقول مجلس النواب يبقى في حالة انعقاد دائم، إذا كان ما نقروش الآليات هذه كيفاش باش يكون مجلس النواب، كيفاش باش يخدم خدمته، كيفاش الشعب نعاودها ونأكد عليها باش يمارس سلطته، كيفاش النواب باش يمارسوا سلطتهم الرقابية. هذا هو الأصل علاش احنا موجودين، وهذا علاش ممثلين على مكتب المجلس موجودين يدافعوا على هذا. ونحب نذكر بحاجة أخرى كنت قلتها مبكري، في العالم كل حتى حد مسخل الظرف باش يجي يقول للنواب شدوا دياركم ولا باش يقول لهم راكم معناتها ما عندكم حتى دور، حتى مجلس نواب في العالم، بل بالعكس مجالس النواب الكل معناتها التأموا وكانت بيناتهم وحدة وطنية صماء وصوتوا على القوانين اللازمة اللي باش تعاون الحكومة. واحنا كمعارضة هذا شعرضنا على الحكومة وقلنا لهم رانا كي تجيبوا لنا حاجة في المجال هذايا على أساس باش نحاربوا هالوباء هذايا احنا رانا معاكم، وقلنا لمجلس النواب يلزم يكون على ذمة السلطة التنفيذية باش نصوتوا على الإجراءات اللازمة لحماية هذا الشعب، لكن يظهر فيه ثم تمشي آخر وثم توجه آخر. ربي يعين كل حد، لكن احنا صوت علينا الشعب باش نواصلوا خدمتنا باش نكونوا في أولوية الناس كيما نعودها كيما البوليسية وكيما الجيش وكيما الأطباء وكيما الإدارة وكيما المليون ونص تونسي اللي هما موجودين اليوم على الخط الأول وعلى الجبهة الأولى في محاربة هذا الوباء. وعليش مجلس النواب ما يكونش معناتها في الصف الأول؟ وعليش النواب ما يكونوا في الأول؟
يا اخي هما مش اي زميل. نعم تفضل زميل. شكرا. اذا هكذا نكون انهينا النقاش وانهينا التفسيرات اللي تقدمت بها. نحب بداية نشكر كل أعضاء المجلس النواب الشعب اللي حاضرين اليوم، نشكر الشعب التونسي اللي هو عمال ويحكم معناها الحجر الذاتي في المنازل نتاعهم، نطالبوهم بالمزيد غير كافي. نشكر مكتب المجلس والسادة والسيدات الإداريين اللي ضمنوا حسن سير وانعقاد اجتماع المجلس، التقنيين كذلك اللي أمس في سابقة أول مرة تقع مكتب مجلس عن بعد وكان فيه تصويت وكان فيه نقاش ونقاش عميق كما لو كنا في قاعة العرش اللي متعودين نقوموا بها داخلها في المكتب المجلس. نحييهم الناس الكل على نجاح التجربة هذه. فقط زميلتي زملائي نذكر أننا اتخذنا القرار واتخذنا وبرزت فكرة أن نضمن آليات استمرار عمل هذا المرفق مجلس نواب الشعب. كان من أول ما ظهرت الظاهرة هذا الوباء الكورونا، يعني مسألة أن المجلس يوجد آليات للعمل حتى ولو تفاقم الأمر وخرج عن السيطرة كانت مسألة مبدئية ليست لها علاقة بأي شيء آخر، وبالعكس اليوم هذه تكون آلية ومحطة حتى نضمن التفاعل الإيجابي مع الحكومة ومع كل ما ستتفضل به الحكومة في المراحل القادمة. يعني الهدف كان من بدايته ومن منتصفه وحتى هذا اليوم هو كيف نضمن للنواب أن يستمروا في عملهم الذي انتخبوا من أجله. نمنح دقائق للتقنيين والإدارة حتى يتم دعوة السيدات والسادة النواب للالتحاق بمقاعدهم. دقائق، لحظات، ربما دقائق تكون كثير. نقطة نظام، تفضل سيدي هشام العجبوني. الميكروفون المزدح لسيد هشام العجبوني، مبضايكم. تفضل سيد نايب، تفضل. الضغط مرة واحدة سيد نايب. شكرا. الكتلة الديمقراطية طالب 15 دقيقة رفع الجلسة للتشاور. نقطة نظام أخرى، تفضل سيد مختار. سيد مختار لموشي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، أولا بطبيعة احنا في الجلسة اليوم نألم لحال الشعوب عموما والشعب التونسي بخصوص وباء الكورونا. احنا السيد الرئيس انتم طلبنا بمقتضى الفصل 118 تدخل، ولكن سيادتكم رايتم خلاف ذلك اليوم. قلت لنا راه مش ممكن الفصل 118 تدخل فيه. الدقائق اليوم معدوده واحنا جايين ورانا هموم واثقال محملين بها من الجهات على المستوى الصحي وعلى مستوى الغذائي على مستوى برشا مشاكل. انا مثلا جاي من الكيف، مشاكل كثيره واعباء كثيره. ابناء الجهات رم حاجتهم بينا اليوم. اعطونا الفصل 118، اعطونا الفصل 118. شكرا سيد الرئيس. شكرا. سنتفاعل مع الاداره لانه سيكون لنا حوار مع الحكومه، ربما كل ما يشغل الساده النواب يمكن طرحه، لكن مع ذلك سننظر في هذا مع الإدارة. شكرا. المنادات على الزملاء والزميلات للالتحاق بالقاعة، مفضلكم. كتلة ديمقراطية تبت 15 دقيقة. نعم نستجيب لذلك، تفضل 15 دقيقة استجابة لطلب الكتلة الديمقراطية. Gracias.